لا أستطيع، علي أن أكون مع وسيم. وسيم مرة أخرى، يا لهذا الوسيم. ومن له غيري يا حسان؟ دعه يعتمد على نفسه قليلا، حرره منك. يريدني دائما إلى جانبه، لذا أصبح عدوانيا مع رفاقه. عدوانيا مع رفاقه؟ اسمع يا سامي، أنا لا أتحمل مسؤولية أحد في البيت. وضعي مختلف، فوصية أمي جعلتني أتحمل كل شيء. اسمع، سأحضر لك غدا فردا من أفراد الأسرة في مثل سن وسيم. ماذا؟ ألست وحيدا لأبويك؟ لا، هناك من يزعجني أنا أيضا. ولكنك لم تخبرني بهذا الأمر من قبل. لم تأتي مناسبة للحديث عن ذلك، ثم لما أنت مستغرب هكذا؟ غريب أمرك يا حسان. ترى هل سيتقبل وسيم هذا الضيف؟ ما أجملهم، ليت وسيما مثلهم. رسمتني بشكل مضحك. لا يا وسيم، الشوكولاتة تؤذي المعدة. هيا بنا. عصير التوت الطبيعي أفضل لصحتك. ماذا فعلت؟ أخي فتى صغير كالنحلة يطير، يسبح الإله وللهدى يسير. أخي فتى صغير كالنحلة يطير، يسبح الإله وللهدى يسير. هل سميت الله قبل أن تشرب؟ سامي! سامي! صوت حسان، ماذا يريد؟ سامي! أنا قادم يا حسان! الشخصية المزعجة في بيتنا! يا إلهي، إنها نسخة طبق الأصل عن حسان! ما بك يا سامي؟ لا لا شيء. سامي أريد شرابا. وسيم هيا رحب بمجد. أهكذا تستقبل ضيوفك؟ كان الله في عوني هذا اليوم. أتمنى أن يتقبل وسيم هذا الضيف. هذا ولد صغير وليس لعبة يا مجد. يبدو أنهما أصبحا صديقين. ها؟ سأعود بعد أن أنجز عملا مهما. إلى أين؟ سيكون هذا اليوم حافلا. ترى إلى أين ذهب حسان؟ هل سيلعب كرة السلة؟ الذي حدث يا وسيم؟ هون عليك، هون عليك يا حبيبي. أين الألم هنا؟ سأقتله. اذهب أيها الألم البغيض، اذهب. لقد هرب الألم. يبدو أن مجدا يعاني مشكلة كوسيم. لا أدري من هو في حاجة للمساعدة أكثر. سامي!
وسيم. سامي سامي. هل تشاجرتما مرة أخرى؟ لا داعي للشجار أبدا. اللهم أنبته نباتا حسنا. سامي سامي أين أنت؟ سامي افتح الباب. سامي هيا افتح الباب. هيا. ألعب ألعب لا لا أتعب، أقفز دوما مثل الأرنب. ألعب ألعب لا لا أتعب، أقفز دوما مثل الأرنب. في مدرستي جدي لعبي، في مدرستي أدرس ألعب. سر وسيم كثيرا. شكرا يا مجد. أريد أرنب، أريد أرنب. ما هي قصتك يا مجد؟ لم أرى وسيما أحسن حالا من اليوم. مجد، هل تشعر بالجوع؟ هل أحضر لك بعض الطعام؟ حسان، نحن هنا. أبحث عنكم منذ وقت طويل. لقد أخذتهما في نزهة. أين كنت يا حسان؟ في الحقيقة كنت ها؟ ماذا أقول؟ أنا آسف. لا داعي للاعتذار يا حسان. لم أستطع ترك المباراة. اهدأ أيها البطل. مجد يكفي. سنعود إلى البيت. هيا بنا. سامي، أنا آسف أثقلت عليك كثيرا هذا اليوم. لا عليك، في الحقيقة قدمت لي خدمة كبيرة وأنا من يجب أن أشكرك. لقد كانت تصرفات وسيم غريبة في البيت ولم أعرف السبب، وعندما التقى مجدا صار يتصرف بشكل طبيعي مثل بقية الأطفال. شكرا. لا تتردد في إحضار مجد إلينا كلما سنحت لك الفرصة، فقد اختفت عدوانية أخي وأصبحا صديقين الآن. بإذن الله سأفعل.
لقد كنت بطلا في مواجهة الكلب يا وسيم، ودافعت عن أختي مجد بشجاعة. ماذا؟ أنت تمزح، هي فتاة؟ ومن قال لك غير ذلك يا سامي؟ إنها أختي الصغيرة مجد المدللة. كفى مزاحا، هذا آخر ما كنت أتوقعه. أنا لا أمزح، ما الذي جعلك تظن غير ذلك؟ انظر إليها جيدا يا سامي. يبدو أن اسمها جعلني أعتقد ذلك. هيا يا مجد، ودعي وسيم لنذهب. أمر لا يصدق. بإذن الله سأراك في المدرسة. عليك أن تكون فطنا يا سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام.